معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من برلين الخبير الأمني والعسكري سيد محمد فوزي اللامي. مرحبا بك. أنباء عن حملات اعتقال حكومية ممنهجة في المدن المدمرة، إلى ما ترجع يعني تزايد هذه الظاهرة في المدة الأخيرة؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام، وحياك الله. أصبح واضحا سيدي أن هذه الحكومة لا تريد عودة أهالي الموصل إلى هذه المدينة، والدليل هو حقيقة ما حدث في الميزانية. الميزانية خصص 1% من هذه الميزانية إلى أكبر مدينة تعرضت للتدمير وللتهجير ولتدمير البنى التحتية، ومدينة كان المفترض أنه تحصل على الحصة الأكبر من هذه الميزانية. اليوم لو ربطنا هذه الميزانية مع ما يجري اليوم من عمليات ترهيب للمدنيين، نخرج بنتيجة واضحة بأن هذه الحكومة والميليشيات المرتبطة بها لا تريد عودة هذه المدنيين وأهالي الموصل إلى هذه المدينة. هي عملية تغيير ديموغرافي واضح جدا، أن هذه المدينة لن تعود ولن تستقر إلى أهالي الموصل، بل على العكس قد يكون هنالك مخطط من قبل ميليشيات الحشد الشعبي التي تسيطر على الملف الأمني والاقتصادي في هذه المدينة لتسكين أو لجلب أهالي مناطق أخرى، وقد يكون أجانب كما حدث في حزام بغداد سيدي. ولكن يعني ألم تعلن الحكومة في بغداد النصر على تنظيم الدولة كما وصفت؟ يعني كيف نفهم وتفسر سيد فوزي هذه القوات الأمنية التي تقوم باعتقال المدنيين في هذه المدن المستعادة من تنظيم الدولة؟ يعني هو سيدي اليوم نحن نعيش حالة قلق حكومية من قبل حكومة بغداد فيما يخص ملف تنظيم الدولة. طبعا تنظيم الدولة اليوم عاد إلى الضرب، وهذه نقطة مهمة جدا. ردود الفعل هي بالضبط كما حدثت قبل عام 2014، اتهام المواطنين. نحن اليوم نعيش في حالة لا دولة وحالة لا قانون، وهنالك مصطلح جديد وهي الشمولية في التهمة. اليوم لو هذه الدولة صادقة وهذه العملية السياسية صادقة لكان هنالك تحقيقات موضوعية ومنطقية ومن قبل لجان مختصة تكشف عن ما حدث في الموصل والمتسببين والمتعاونين، لكن ما نشهده اليوم هو عملية اتهام جماعي لكل الموجودين، لسكان هذه المناطق سواء كانت في الموصل أو في الأنبار أو في صلاح الدين، أنه الجميع مشمول في تهمة داعش من غير يعني قانون مصوغ ومن غير دلائل ومن غير تحقيقات أصلا. لو كانت هنالك تحقيقات وفعلا ادعاء عام واشتركت معها لجان دولية نزيهة، حقيقة وصلنا إلى نتائج غير ما موجود اليوم. لوجدنا أن هنالك أحزاب وأطراف في الحكومة طبعا متنفذة هي من ساهمت في هذه العملية، لكن اليوم التهمة موجهة للأهالي وللناس البسطاء كي لا يعودوا إلى هذه المدن ولكي تستمر عملية الاضطهاد. طيب يعني إذن معظم الحملات هذه تحصل دون مذكرات قضائية كما ذكرت وبوشات ما يسمى المخبر السري، ما الدور الذي يلعبه المخبر السري وإلى أي مدى يمثل دوره هذا انتهاكا على الأبرياء؟ يعني هو المخبر السري سيدي أنا لا أعتقد بأن هنالك تواصل حقيقي ما بين القوات الحكومية وما بين المواطن. الثقة بين المواطن والقوات الحكومية فقدت منذ زمن طويل في محافظة الموصل وفي أغلب المحافظات حتى الجنوبية، لذلك لا يوجد تعاون حقيقي بين المواطن وبين رجل الأمن من أجل الحصول على معلومة حقيقية. ما يجري هو أن هنالك مندسين من قبل هذه الميليشيات، مندسين من قبل الحكومة والأحزاب حقيقة لاستهداف وتسقيط سياسي اجتماعي، استهداف تجار من أجل الابتزاز طبعا. وهو اليوم ما يجري في هذه المحافظات هو عبارة عن ابتزاز بالجملة، ابتزاز السياسيين، ابتزاز التجار، وابتزاز المواطنين من أجل أغراض أخرى. فنحن اليوم نعيش حالة لا دولة لو صح التعبير سيد الكريم. وكما ذكرنا بأن القانون اليوم معطل خصوصا في هذه المحافظات، ولو تم تفعيل هذا القانون لحقيقة وجدنا بحالة مغايرة لهذه الحالة. المخبر السري لا يكون له دور، بل يكون دور للمواطن
من أجل أن يكشف الحقيقة ويتم الاستشهاد به وشهادات المواطن طبعا هي بالنتيجة هي الحقيقة. إذن يعني كيف ترى تبعات ومآلات هذه الانتهاكات التي تشمل الأهالي المدنيين في تلك المدن على المستوى الأمني لهذه المدن؟ يعني سيدي هي خطيرة جدا، لأنه نحن عشنا قبل عام 2014 حالة قطيعة ما بين المواطن وما بين الدولة جراء ما كانت تعامل القوات الأمنية والحكومة، يعني كانت تعامل مواطنين موصل وبقية المحافظات الغربية كمواطنين درجة ثالثة ورابعة، ولذلك المواطن لم يرفع السلاح بوجه هذه القوات، ولكنه اكتفى بالاعتزال عنها ولم يتم التعاون. ما حدث كانت هنالك صولة مفاجئة جدا لتنظيم الدولة، كون أن القوات الأمنية لا تحيط بالمعلومة. اليوم ربما نحن نعيش نفس السيناريو، القوات الأمنية تضطهد المواطن وسوف تجبر المواطن على عدم التعاون، وبالنتيجة هنالك قطيعة، وهذه القوات الأمنية سوف تفقد المعلومة بما يجري من حولها، وبالتأكيد سوف يعني نحن نشهد اليوم تصاعد لعمليات تنظيم الدولة، وهذا يضر في صالح هذه الحكومة وصالح هذه الأجهزة الأمنية إذا ما استمرت في اضطهاد هذا المواطن وعدم كسبه. شكرا جزيلا لك إذا من برلين، خبير الأمني والعسكري سيد محمد فوزي اللامي.